يتم تقطيعه يدويا إلى قطع صغيرة، بيستخدموا هاي الآلة البسيطة، هاي الرجل واقف فوقيها. بعدها يعني بيقطعوا الصابون للحجم اللي بدهم إياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميعا. كيف بتم صناعة الصابون بأشكاله وأنواعه المختلفة؟ اليوم راح نروح بجولة في داخل مصانع الصابون ونشاهد طريقة صناعته من البداية للنهاية. قبل أن نبلش في مش رياكشن، لا تنسوا رايك للفيديو، تشتركوا بقناة سامي مجتهى تيوب، وخلونا نبلش. طبعا يصنع الصابون من الدهون الحيوانية أو النباتية أو الزيوت أو الشحوم، أو يصنع من ملح الصوديوم أو البوتاسيوم، يعني حسب نوع الصابون. يعني يصنع من أكثر من مادة. خلونا نشاهد كيف. الآن هذا الخليط، المرحلة الأولى هي خلط الشحم الحيواني أو النباتي حسب نوع الصابون مع هيدروكسيد الصوديوم والمادة الكاوية. بعدها يضاف الماء ليبقى المزيج سائلا في الخلاطات، وتعجن وتغلى وتتفاعل كيميائيا حتى تصير بهذا الشكل. بعد ما بيتم إضافة الصبغات حسب اللون اللي بدهم إياه، بعدها بيتم وضع الصابون في اسطوانات فولاذية ضخمة تسمى المطاحن. بتضغط الصابون وبتقطعه إلى شرائح زي ما احنا شايفين. لاحظوا كيف بخرج الصابون. مراحل الصابون مش كتيرة يعني، وصناعة الصابون سهل مش إشي صعب. في ناس بيصنعوه في البيوت يعني بكل سهولة. الآن يضغط الصابون وبتم تحويله إلى لوح طويل بهذا الشكل. بعدها يعني بيقطعوا الصابون للحجم اللي بدهم إياه. هو غالباً بيكون الحجم، حجم الصابون المعروف اللي بتكون في الأسواق. الآن هيو ختم الشركة، بيعملوا ختم الشركة من خلال هاي الآلة، كله بشكل آلي يعني. بهيك بتكون الصابون جهزت. الآن خلونا نشاهد كيف بتم صناعة الصابون من زيت الزيتون، ويسمى بالصابون الحلبي. خلونا نشاهد، هاي طريقة تقليدية جدا يعني. لاحظين كيف؟ طبعا هذا بتم إنتاجه بسوريا، يعني بنتجوا كميات كبيرة بمصنع يدوي. يعني كل الاحترام يعني، رغم أنه قلة الإمكانيات في هذا المصنع، إلا أنهم بيشتغلوا بشكل يدوي وبالطريقة التقليدية. هي ختم الشركة، هي أهرامات من الصابون. كيف خطوات إنتاجه؟ طبعا أولا يتم استخراج زيت الزيتون من خلال جمع وطحن الزيتون، يعني بالطريقة اللي احنا بنعرفها. هي زيت الزيتون صار جاهز. الآن يغلى زيت الزيتون مع مياه ساخنة جداً في وعاء كبير فولاذي، بالإضافة إلى زيت الغار اللي بيستخرجوه من شجرة الغار. مش عارف إذا سمعتوا بشجرة الغار قبل هيك ولا لا. الآن يسكب الخليط على أوراق كبيرة من ورق الشمع، وبتركوه لفترة حتى يصبح أكثر صلابة، يعني حتى ينشف، عشان بعدها بروح لمرحلة التقطيع اليدوي. أنا بصراحة بحب أشاهد يعني المصانع دائما التقليدية أكثر من المصانع الآلية. الآن هيو بعد ما جاف بتم تقطيعه يدويا إلى قطع صغيرة، بيستخدموا هاي الآلة البسيطة، هاي الرجل واقف فوقيها. بعدها بتم آخر شيء طباعة شعار الشركة. شايفين حتى بطريقة يدوية بيطبعوا شعار الشركة من خلال مطرقة، بكون عليها الشعار ونظام طرق. شايفين؟ صابونة صابونة يعني، بزهق حاله هو بطبع شعار الشركة. هاي كميات كبيرة حلب. خلونا نشاهد الآن تصنيع الصابون النابلسي في فلسطين. برضو الطريقة هاي الطريقة تقليدية.
طبعا يصنع من زيت الزيتون والصودا الكاوية، بعدها بطبخوه على النار، بعدها بصبوه على الأرض ويقطع بشكل يدوي، نفس الطريقة اللي تو شفناها في مصانع سوريا. فكرة أنا من فترة طويلة كنت حابب نعمل جولة في مصانع الصابون، لكن أخرتها شوية عشان حاولت أجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الموضوع، حتى من باب الاستفادة، يعني تكون فيديوهات ترفيهية وفي نفس الوقت يعني يكون في معلومات نوعا ما نستفيد منها. أنا في شغلات كتير بتثير فضولي صراحة، ببحث عنها بشوف كيف صنعت. طبعا هي بعد ما يصب على الأرض ويمشط ويفرد لكي يصبح قطعة واحدة كبيرة، بعدها بتم تقطيعه إلى قطع صغيرة، ونفس الشغلة برضو بدقوا عليه بواسطة مطرقة خشبية عليها ختم الشركة. الله يعطيهم العافية صراحة، لو مصانع هاي الكمية كلها بنتجوها بلحظات، لكن قلة الإمكانيات بخليهم إيش يشتغلوا بشكل يدوي. وحلو أنك تحافظ على الطريقة التقليدية في صناعة الأشياء المختلفة. الله يعطيهم العافية. شايفين الترتيب، تقولوا آلة اللي مرتبة يعني الصابون. غالبا بتركوه ليجف، يعني يجف بشكل أفضل، والله أعلم. الآن مرحلة التغليف، تخيلوا كل هذا الصابون اللي تو شفناه بده يغلفه بشكل يدوي، فحياخد معه وقت كبير. خلونا نشاهد الآن كيف بتم صناعة الصابون السائل. يمكن الآن كثير من الناس صاروا يستخدموا الصابون السائل، يعني أفضل وأنظف. فأهم مادة في صناعة الصابون السائل هي مادة السلفونيك، التي تتميز بالشفافية ونقاء الصابون وتحافظ على اللزوجة، ويضاف إليها مادة السيليكات أو الصودا الكاوية يعني حسب. هذا مصنع للصابون السائل بكل أنواعه، سواء كان صابون للجلي أو صابون الإيدين أو حسب. شايفين كله بشكل آلي. شوفوا كيف بسكروا الغطاء. كثير سألوني في التعليقات في الفيديوهات السابقة، شو بتشرب يا سامي؟ شو بتشرب؟ مية يا جماعة، أنا بشرب مية لأنه بحكي كثير فبتعب. فمن أيام الفضائية، من أيام عملي في الفضائية، خلص كاسة المية أثناء التصوير لازم تكون موجودة، فهي مية. أنا استغربت كثير، بقولوا له شو بتشرب يا سامي؟ أنا متعود لما بحكي كثير بشرب مية، يعني في عمل التلفزيون بنفس الطريقة، يعني بكون في حلقة لازم تكون كاسة المية موجودة أثناء الحوار وأثناء حوار الضيوف، فيعني تعودت أنه في كلام يعني في مية. خلونا نشاهد الآن كيف بتم صناعة الصابون السائل في البيت بطريقة يدوية، يعني إذا حدا بده يعمل صابون سائل. شوفوا هاي شو بتساوي، بتجيب صابونة عادية يعني. بعد يعني ما بتجيب الصابونة بتقطع الصابونة وبتبشرها وبتضعها في وعاء، ويضاف إليه الماء المغلي والجلسرين، ويضاف الزيت حسب الرغبة، ويضاف صابون سائل كمان، تخلط المكونات وبعدها بتتركها لتبرد، بتصير جاهزة. أنا مش عارف ليش اللخمة، يعني ما بتشتروها حق سعرها رخيص، حتى الصابون السائل الصابون كله سعره رخيص. هي حطت المكونات كلها اللي حكينا عليها. هيو جاهز. في ختام الفيديو بتمنى أكون قدمت لكم فيديوهات شيقة وبنفس الوقت معلومات مفيدة. في الختام لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بقناتي سامي مجتهى تيوب، وفي الختام بحكي لكم إلى اللقاء. لا تنسوا الاشتراك بقناتي من خلال زر سبسكرايب الأحمر الموجود أسفل الفيديو، ولا تنسوا تضغطوا على رمز الجرس حتى تصلكم كل أعمالي الجديدة، ولا تنسوا كمان تدعمونا من خلال الإعجاب بالحلقة ومشاركتها مع أصدقائكم.